ميشيل حايك، عملية انتقام تتم بفظاعة ضد رئيس عربي. شاهد أخطر توقعات ميشيل حايك. أهلا بحضراتكم معانا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات وأخطر ما توقعه لعدد من الدول العربية. بفكرك بسرعة اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم، ولو انت جديد معانا شرفنا دلوقتي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. من تحت التراب بيضوي اسم الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وحدث الأحداث هيرتبط بكنيسة القيامة ومروان البرغوثي من ظلمة السجون الإسرائيلية إلى العلن. عارضة الأزياء الفلسطينية بيلا حديد بتعرض نفسها، المسجد الأقصى بيكون محور الاهتمام، وأرض الأحداث مصنع الأخبار ومصدرها. بيركب إسماعيل هنية أكتر من موجة خطرة وبيتشقلب بأدوار مش كلها مضمونة. محمد دحلان رجل المفاجأة والمفاجآت وراح يفاجئ الجميع حتى الإعلام. بينطلق فصيل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير وبسبب ورطة لباقي الفصائل. عاد التميمي إلى الواجهة من جديد وارتدادات مقلقة على مواقف المطران عطل حنة. غليان في كواليس السلطة وصفوف حماس وبركان تغييري بالجغرافيا والمعالم والقيادات. بتكسر سعى عرفات إطار الصورة الفلسطينية وقرار دولة متعلق بالمستوطنات اليهودية يحسم هالمرة لصالح الفلسطينيين. الرئيس محمود عباس بين المحاولة والتهديد والخطر شوية على صحته. مبادرات جريئة وخطوات مستجدة بتلمع العلاقة بين فلسطين والإمارات من جديد. بتفاجئ الشعب الأردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة داخل الحكم. هنشوف ملك الأردن بظهور غير بروتوكولي ما بيخلى من الخطر. الكشف عن خطة لإعلان الأردن مملكة للسلام وأوامر أميرية لفتح معركة استئصال فاسدة مهما كان موقعهم حتى لو من داخل الأسرة الحاكمة القطرية. تنقلب الأدوار لنشوف أمير قطر عم يقود بأقصى سرعة وبأعصاب فولاذية. وساطة ضخمة بتغير خريطة تحالفات المنطقة. بيترك فيصل المقداد علامة فارقة وبتطبع المسؤولية اللي انحطت على كتافه. فجأة رح نتذكر منطقة سورية كأرض مقدسة. مش بسهولة رح يعرفوا الناس حقيقة اللي رح يحصل بين مجموعة المقربين بين رئيس الأسد، وخطوة جريئة بترافق ضجيج أعلامي لفك لغز أحد السجون السرية وإطلاق حقيقة ذات صلة بأسماء مغيبة. حشود وعشقة وتجمعات بالسويداء وضبابية المشهد تمنعني أعرف إذا فرح أو حزن، استنكار أو ثورة، وانتفاضة انتقامية بعد صمت طويل للسلاح السوري الإيراني لردع الغارات والخروقات الإسرائيلية. انبهار مؤقت بمشهد غريب في صيد ناير. الهيبة العودة وعودة الهيبة السورية إلى سوريا. قرار الاغتيال برفع الحصانة عن بعض الرؤوس المحرمة. أسماء الأسد أمام معادلة جديدة بتتصدر وجه التحركات، وكبار الممولين السوريين وأصحاب رؤوس الأموال إيد بإيد لفتح ثغرة بجدار قانون قيصر. سوريا الخير رجعة ولو بخطوات خجولة. تراب الجولان والقنيطرة ومزيد من الدم والجغرافيا بهالموقعين برسم معاهدات جديدة. عفو رئاسي ما بيشبه ولا عفو، والغاية إعطاء فرصة وتسهيلات لعودة رؤوس الأموال وأصحابها إلى سوريا. فجأة أعداء الأمس أصدقاء سوريا بكرة. بشار الأسد من مغامرة لمغامرة ومن دون حذر. بيفاجئ الرئيس بشار الأسد السوريين وغير السوريين بحل كبير. بيتوقع ميشيل حايك أن الشيخ طحنون بينيم الإمارات على مفاجآت كبيرة وبيوعيها على مفاجآت أكبر. من جديد بتتوجه العيون على برج خليفة لنشاهد مفاجأة المفاجآت. بواحد من تحركاته وزير خارجية الإمارات راح يتحدى الخطر. بيدون اسم الشيخ محمد بن زايد بسجلات تاريخية ذهبية وبينطرح بقوة بكواليس الجوائز التكريمية العالمية. إمارة الشارقة على موعد مع حزن شديد وتمكين العلاقات وبناء جسور جديدة بين أبوظبي وقطر. تغيير مناصب وتبديل مواقع بتركيبة الحكم في الإمارات. الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بمهب مواجهات وسلسلة من الأحداث والطوارئ بيكون مستعد ليها. فعل وردة فعل بهيبة وهيئة كبار علماء المسلمين للوجهة. غياب وجوه قريبة من الأمير محمد بن سلمان، منها بإرادته ومنها مش بإرادته، وبيواجه وبيقاوم ولي العهد. زلزال إعلامي عالمي ممنهج لتطويقه.
هالمرة بتسرق مية زمزم الأضواء بحدث استثنائي، طوارئ بهيئة البيع السعودية وتعديل بثلاثية الأحرف الـ MBS، وحدث ضخم سابق لأوانه ذو ارتباط بين يوم بيتردد صداه بالمملكة ودول الجوار وأبعد. المملكة العربية السعودية على امتدادها بتحبس أنفاسها بلحظة فيها استعراض، بيتحول البرلمان التونسي ومحيطه لساحة مواجهة وموقع إجرامي، بيدفع الغنوشي أثمان غالية لبعض خطواته وقراراته، بينصاب الإعلام التونسي بجرح بليغ وحداد تونسي، مناصب عسكرية أمنية تسند للمرأة التونسية، علامتين استفهام حول طيارة تونسية وحول مطار، بتترافق الهزات الأرضية والطبيعية مع الهزات الأمنية والسياسية والاقتصادية، قبضة حديدية على بعض القيادات والرؤوس الإرهابية المتشددة، وانتكاسة بترافق أحد خطابات الرئيس التونسي. مع كل محاولاتها لتسوية العلاقة بين البلدين راح نشوف أثار جزائرية على شخص الرئيس ماكرون. الشارع الجزائري مساحة للرفض والمساءلات والانتفاضات، بتهب رياح التغيير في صفوف العسكر الجزائري، شخصية عسكرية بتلقط الإشارة، موجة قلق حول الرئيس الجزائري وصدمة بالبرلمان الجزائري، شخصية مرموقة بتدخل السجن، طاقات شبابية ناشئة بعالم كرة القدم الجزائرية العالمية، حالة من الغليان داخل محيط أحد السجون الجزائرية. في نهاية حلقة النهاردة بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، هنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.